أبريش انتظرني. سنعود إلى أرض الأعشاب. كنت تعيسا عندما غادرت الغابة، كيف أصبحت سعيدا الآن؟ هذا عالم كبير، سأتعلم الطيران وأحقق أمنية أمي. انظر إلى البحر، إنه على الجانب الآخر. لكن كم سيكون رهيبا أن نمشي كل هذه المسافة. ابتهج غندور، ربما ستقابل أحدا من عائلتك، ابتهج. نعم، لابد أن هناك بعضا من عائلتي في العالم أبو الريش. هيا بنا إذن. أرجوك، هل يمكننا أن نستريح؟ لماذا تضحك؟ نويت الركض من أجل السرعة، هذه هي مهارتي الخاصة. مهاراتك لا تقارن بقدرتي على الطيران. ما دمت قادرا على الطيران لن تلحقني، أنا الأفضل. إذن هيا أريني مهارتك في الطيران. هيا. أي. إن كان بإمكانك الطيران متى تريد، لما نزلت؟ غندور انظر هناك. انظر، أثار وأقدام. لو لم أكن جائعا يا غدار لتجنبت البحث هكذا. من الصعب علينا أن نجد فريسة أخرى. فعلا، من الأفضل أن نمسك بآكلة الأعشاب. لنتبع أثار الأقدام. لابد أن غدار ومكار جائعان، لذلك عادا إلى أرض الأعشاب. بإمكانهم الركض بشكل أسرع. بالنسبة إلى سرعة الركض نحن ضعيفان جدا. ما رأيك بتغيير الاتجاه؟ أكلة الأعشاب هم من أنقذوا حياتنا تلك المرة. لكن مع وجود البحر كيف يمكننا القيام بذلك؟ لدي فكرة لتجنب غدار ومكار. وما هي يا غندور؟ قل لي. لنتبع غدار ومكار. ماذا؟ هذا غير معقول. لنتبع آثار الأقدام، وما دام لن يرجعا لن نلتقي بهما. فكرة ممتازة، أحسنت. غريب، كيف تتسع المسافة بين آثار الأقدام؟ لابد أنهما يركضان. انظر، هناك آثار أقدام أخرى تشبه آثار أقدام أكلة الأعشاب. لابد أنهم أكلة الأعشاب. لابد أن غدار ومكار قد وجدا فريسة. ماذا علينا أن نفعل؟ فلنتبع هذه الآثار. هيا. لابد أنهما لحقا بالفريسة، صح؟ من هو سيء الحظ يا ترى؟ لنرى. انظر، يبدو أننا سنخوض قتالا صعبا. من أنتما؟ يبدو لطيفا بالنسبة لحجمه. لابد أن والديه ضخمان. لماذا لا تجيبان؟ حاضر حاضر حاضر. قلت من أنتما؟ أجيبا. أنا أبو الريش وهذا غندور. ما نوعكما؟ أنتما بشعان. نحن بشعان؟ ماذا أفعل به يا أبو الريش؟ لم ألتقي بأحد أكثر بشاعة منكما، حتى أكلة الأعشاب أجمل منكما. ماذا؟ نحن بشعان، أخبرنا من تكون أنت. أنا شوشو الجميل. شوشو؟ كم هو مغرور. لماذا تضحكان؟ لم تجيبا على أسئلتي. ما هو نوعكما؟ أجيبا. هناك. ماذا؟ يمكننا الإمساك بهم بكل سهولة هذه المرة. اهدأ، ليس من السهل التعامل مع صغار أكلة الأعشاب، علينا أن نباغتهم. أريد منك أن تهدأ وأن تثق بي يا مكار. سألتكما ما هو نوعكما؟ نحن في طريقنا لمعرفة ذلك بالضبط. لستما قبيحين فقط بل غبيان. ماذا؟ نحن غبيان؟
أنتما لا تعرفان حتى من تكونان. ها؟ نحن نساعده هنا، كيف يمكنه أن يتحدث إلينا بهذه الطريقة؟ هيا بنا. حيوانان قبيحان آخران. أنتما ماذا؟ إلى أين؟ اتركاني. اتركاني وشأني. علينا أن نساعد شوشو، صح؟ هل أنتما بخير؟ اصطدمتما بي. إنها بشعة جدا. هل تعرفين شوشو؟ أنا شقيقته زهرة، ألا تلاحظان الشبه الكبير بيننا؟ غدار ومكار هناك مع شوشو. ماذا؟ سيمسك به غدار ومكار. يا لهما من اسمين لطيفين. زهرة، مع من تتحدثين؟ يقولان إن غدار ومكار مع شوشو. ماذا؟ ماذا؟ أين هما؟ أخبراني. هناك مباشرة. لنذهب. انظر أبو ريش، ذيله رائع جدا. نعم أنت محق، إنه رائع جدا. لقد كنا محظوظين لأننا ارتطمنا بهم. غدار ومكار سيعاقبان. ابتعدا. أبي، أمي، تعال معي. رأيت أربعة حيوانات قبيحة اليوم. أسرع. هذا مؤلم جدا، لقد جرحت. النار. لقد ذهبا. للأسف لم نرى ذلك. أنا متأكد بأنهما كانا خائفين للغاية. نال غدار ومكار جزاءهما. يا غدار، لدي كسر في الساق وجرح في القدم وظهري متيبس، كمان سيء الحظ معك. وأنا أيضا. أيها الغبي البشع، انتظر وسترى، سأنتقم منك. هذا صحيح، يجب أن ننتقم. دعني أفكر قليلا. توقف عن المشي واسترح. لن يأتي الطعام إلينا وحده، أريدك أن تفهم ذلك. أخبرني أين يمكننا إيجاد الطعام. لا يمكنني أن أرى شيئاً. أبو الريش انزل، لم أعد أستطيع الاحتمال، تعبت. كيف أسقطتني هكذا؟ كيف تعرف معاناتي عندما تكون في السماء؟ دعني أحملك على ظهري في المرة القادمة، بما أنك ضعيف جداً ولا يمكنك الثبات. لكن ذلك سيكون سيئاً إن التقينا بغدار ومكار. لابد أنهما حزينان بسبب ما حدث معهما. فلنستمر ونتابع. هيا اتبعني. نحن نسير منذ وقت طويل رغم جراحنا، ولم نجد فريسة حتى الآن. أنا عطشان. ربما أكلت الأعشاب يبحثون عن الماء. فلنذهب نحن أيضا. لو كنت أعلم أين الماء لما كان علينا أن نعاني هكذا. وهل سنبقى نسير هكذا؟ سألتقي بهم يوما ما، أنا متأكد من ذلك. لابد أن صغير أكل الأعشاب قد كبر. البحيرة، وجدت الماء. كن حذرا. لا تقلقي، لقد ذهب غدار ومكار إلى التل. غدار ومكار ليسا الخطر الوحيد. هل تقصدين الديناصورات آكلة الأعشاب؟ نحن جميعا نأكل الأعشاب، لا تقلقي. لكنها كما تعلم منطقتهم يا عزيزي. ماذا إذن؟
لقد جفت البحيرات في أرض الأعشاب، لم يبق ماء. ذلك يعتمد على قوتنا للبقاء. مؤسف. أعتقد أننا ذهبنا في الاتجاه الخاطئ. لا، هذه آثار أقدام غدار ومكار. إذن هل غدار ومكار يريدان الذهاب إلى البحر؟ بالطبع لا أبو الريش، لماذا يذهبان إلى البحر؟ إذن لا يمكننا أن نلحق بهما هكذا طوال الوقت يا غندور، صح؟ أنت محق، المخالب الحادة تبحث عن أكلة الأعشاب بينما نحن متجهون إلى البحر. اسمعني، أعتقد بأن علينا أن نذهب. ماذا؟ هذا مستحيل. أن نذهب. هل ضعنا؟ لا يمكنني أن أجد اتجاه البحر. كم سيكون رائعا لو كان باستطاعتك الطيران وقتما تشاء، عندها سترى كل شيء. سأتعلم الطيران يوما ما. لكن عليك أن تجد البحر أولا يا صديقي. ماذا سنفعل الآن؟ دعني أفكر بذلك. لقد رأيت البحر من قمة التلة، إذن ما دمنا نسير في الاتجاه المعاكس للتلة فاتجاهنا صحيح. يمكننا العثور على البحر. هيا بنا. هيا. الأعشاب طرية الآن، يمكنك تناول المزيد. أبي ببطء، لا يمكنني المشي أسرع. لولاك لما ضيعنا كل هذا الوقت. إنه فصل الجفاف ولا يوجد الكثير من الماء، لكن الأعشاب بجانب البحيرة طرية وخضراء، إنها تفتح شهيتي. أنا عطش جدا، إن لم أشرب بعض الماء الآن لن أتحمل حتى أصل إلى البحر. وجدته. وجدت الماء؟ ليس ماء. يمكنك أن ترى من مكان مرتفع. الأعشاب طويلة جدا. الأعشاب تكون عادة قرب الماء. اسمع، البحيرة هناك. يبدو بأنه جميل. وأكلة الأعشاب أيضا. أعتقد بأنهم يتقاتلون، لنلقي نظرة. هيا كن حذرا، إنهم كبار الحجم، سيكون من السيء أن نصطدم بهم. هيا يا أبي، هيا يا أبي، هيا أبي، هيا هيا أبي، هيا 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 يا أبي، هيا هيا. احذر ذيله عزيزي، انتبه لقرنيه. إن لم يشتبك معي هكذا لا أستطيع استخدام القرنيه. إن لم أستطع الالتفاف لن أستطيع هزيمته. هيا هيا هيا، دعني أبتعد أولا. ما رأيك؟ لا يمكن لأحد أن يفصل بينهما وهما يتعاركان. أوقف القتال من فضلكما. إذن أعيد الماء والعشب الذي أخذتموه من أرضنا، هذا هو شرطي. الماء والعشب في أرض الأعشاب للجميع، وللجميع الحق في الحصول عليها. عزيزي دعه يذهب أرجوك. لو كان لطيفاً سأتركه، لكنه جاء لقتالي مباشرة. أوقف هذا الهراء، لنتنافس أولاً وسوف أقوم بهزيمتك. سيتعاركان مجدداً. القرن الكاسر، الذيل القاتل. انتبه، توقفا. نعم، العنف ليس أمرا جميلا، ليس عليكم القتال. من فضلكما أوقفا القتال، علينا أن نتحدث. أبو الريش، غندور، أصبحت كبيرا. أنت تركض بسرعة كبيرة. قل هل تعرفهما؟ قل لي، هل هما معا؟ نحن جميعا أصدقاء. أنا صديقك، لكن هو لا. لقد أنقذتم ابني، إن طلبتم مني تركهم سأفكر في ذلك، هذا ما أستطيع فعله.
أتعتقد بأنني سأحتاج إلى عفوك؟ سخي، إذن لنتعارك ثانية. هيا. لا، تحدثي معهما. لا أحد يستطيع إيقاف أبي إن غضب. هل نكتفي بالمشاهدة فقط؟ ماذا يمكننا أن نفعل إن استمر؟ ما كان يجب أن يشرب ماءنا؟ هل الماء لكم أم أنه لنا؟ هذا غير منطقي. لقد سرقتم ماءنا. لا، ليس نحن، بل أنتم. بل أنتم. يا إلهي، الصغار يتعاركون أيضاً. هذه مشكلة كبيرة. كم هم عنيدون يا أبو الريش. علينا أن نفصل بينهم. لقد تعبت من هذا. لا تدس على أبو الريش وغندور. ماذا سنفعل الآن؟ لو داس علينا لسحقنا. توقفوا. هذا مسلّن. إن التعامل معهم أصعب من غدار ومكار. غدار ومكار؟ والآن ماذا تريدون أن نفعل؟ إن استطعنا إحضار غدار ومكار عدو الطرفين إلى هنا، ربما توقفوا عن القتال. أفكارك غبية. أنت دائما تعطي الأفكار يا غندور. ماذا؟ هل تريد أن يتم الإمساك بنا؟ توقفوا. ماذا نفعل؟ لو تركنا الأمور هكذا سوف يؤذون بعضهم. علينا أن نتصرف. يأتيان أمامنا عندما لا نريد مقابلتهما، والآن لا نستطيع إيجادهما. المجنح. سمكتي. طيرانه جميل جدا. يا مجنح، هل رأيت غدار ومكار في الجوار؟ نعم. ولكن أين؟ أعدا لي سمكتي أولا. أخبرنا أين هما وسنعيدها لك. أمامكما مباشرة. يو، شكرا. وسمكتي انتظر، اذهب لإحضار السمكة لي. هل تريد أن ترميني للموت؟ أحضر السمكة لي، هيا. ألا يمكنك فعل ذلك بنفسك؟ أسرع، من الصعب علي أن أطير مجددا. لست أذكى من أبو الريش أيها المجنح. أمسكت بها؟ ها هي، أخذها. أراك لاحقا. يا له من صياد. هنا. أبو الريش، إن تركتك تذهب هذه المرة فلن أسمي نفسي غدار. فلنسرع. هيا. علينا أن نفعل شيئا وإلا سيصابان بالأذى. معك كل الحق. غدار ومكر قادمان. وليمة. أنت غبي، انظر. لا تسئ فهمي. لا تريدني وليمة؟ ألا تذوق لتذوق أكلة الأعشاب؟ ليس صحيحا. فرهود، ماذا تنتظر؟ حسنا، المطرقة المقلبة. الضربة الكاسحة. ما الذي يجري؟ لنهزم الشريرين. هيا هيا. رائع.
هه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 ه